السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله في الفيديو ده هيبقى إجابة على أسئلة المتابعين بالنسبة في هواتف أوبو. طبعا جات لي أسئلة في التعليقات إن إزاي أعمل نغمة لهاتف أوبو A53، وإزاي أختار البطاقة رقم 1 أو 2 لتشغيل النت على الهاتف، وإزاي تختار البطاقة رقم 1 أو 2 تبقى هي الأساسية في الاتصال، وبعض الأسئلة الأخرى. فإن شاء الله في الفيديو ده هنأجب على أسئلة المتابعين اللي جات لي في التعليقات بالنسبة لهاتف أوبو A53. بس قبل ما نبدأ الشرح، بنتمنى لو أنتم أول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، علشان أول ما نعمل أي فيديو جديد يوصل لكم إشعار بيه. طيب دلوقتي بقى هقول لكم إزاي. اول حاجه من ضمن الاسئله اللي جت لي في التعليقات، ازاي اعمل نغمه لهاتف اوبو A53؟ تمام، وطبعا الطريقه ديت ممكن يعني ايه تطبقها على هواتف اوبو كتير، تمام، او معظم هواتف اوبو. طيب اول حاجه هاجي على الاعدادات بالشكل ده وهبدا اضغط عليها، ومن الاعدادات هختار الصوت والاهتزاز، ومن الصوت والاهتزاز هاجي على بولي نوت نغمه الرنين SIM1، بعدها نغمة الرنين SIM2. تمام، طيب انا لو عايز اعمل نغمة للبطاقة رقم 1 او الشريحة اللي هي رقم 1، تمام، طبعا هتشوف انت عايز تعمل نغمة لانهي بطاقة، سواء رقم 1 او رقم 2. طيب انا على سبيل المثال هبدأ اختار رقم 1، تمام، اللي هي نغمة الرنين SIM1، وهبدأ اضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هنلاحظ ان هو بيدخلنا على النغمات الأساسية اللي موجودة على الهاتف، تمام؟ طيب أنا عايز أحط نغمة من الأغاني اللي هي على الهاتف، أو نغمة أنا محملها على الهاتف وعايز أحطها نغمة، لأن أنا ملاحظ هنا هوت إن كل النغمات اللي موجودة هنا هي النغمات الأصلية بتاع الجهاز، تمام؟ طيب هاجي على التحديد من الملفات اللي هي في أول شيء، اللي هي في أول حاجة فوق ديت، وهبدأ أضغط عليها. أضغط على إيه؟ التحديد من الملفات. لو انت عايز تختار نغمه من نغمات الهاتف الاصليه ديت، بتعلم على ايه؟ على علامه الدايره دي كده عادي، وتبدا اللي انت تختارها. طيب لو انت عايز تختار بقى نغمه من الملفات اللي موجوده على الهاتف او اللي انت محملها، هتبدا تضغط على التحديد من الملفات بالشكل ده، وبتبدا تختار النغمه اللي انت عايزها، وبتبدا تعلم على الدايره اللي موجوده قصاد النغمه، تمام. بعد ما بتعلم على علامه الدايره اللي هي موجوده قصاد النغمه اللي انت هتختارها، بتبدا تعمل تضغط على السهم كده، بتضغط على علامه المثلث اللي هي بتاع الخروج عادي، ده ما فيش حاجه، هي بتتحفظ اوتوماتيك، تمام، بتتحفظ اوتوماتيك، مش شرط تضغط على حفظ في اي حاجه، انت مجرد ما بتتعلم على علامه الدايره تبقى انت كده ايه حفظت النغمه والنغمه بتشتغل عادي. طيب بعد كده هنعمل رجوع من علامه المثلث كده بالشكل ده. كذلك لو انت عايز تعمل نغمه رنين للاس اي ام 2 اللي هي الشريحه رقم 2 او الخط رقم 2، بتضغط عليها بالشكل ده، وبتبدا تختار النغمه اللي انت عايزها، ولو انت عايزها من الملفات اللي موجوده على الموبايل سواء انت محملها او اي اغنيه انت عايزها، بتضغط على التحديد من الملفات بالشكل ده، تمام، وبتبدا تتعلم علامه على الدايره وبتختار النغمه بدون اي مشكله. طيب من ضمن الاسئله اللي جت لي الثانيه، ازاي تخلي بيانات الهاتف او الانترنت بتاع الهاتف، بتحدد ازاي تحدد بطاقة تشغيل الانترنت على الهاتف، تمام، يعني انت لو مركب خطين وعايز تخلي البطاقة رقم 1 تبقى هي بتاع الانترنت، او رقم 2 اللي شغال عليها النت، تمام. طيب اول حاجة هبدأ اضغط على الاعدادات بالشكل ده، ومن الاعدادات هاجي على بطاقة SIM والبيانات الخلوية، وبعد كده هاجي على بيانات الهاتف، ولو لاحظ ان هو هنا هو محدد لي بيانات الهاتف اللي هي الاس اي ام 1، يعني ايه؟ يعني الخط رقم 1 او الشريحه رقم 1 هي اللي معموله في بيانات الهاتف، يعني لما اجي اشغل النت هيشتغل عن طريق البطاقه رقم 1. طيب انا عايز اغيرها واخليها رقم 2، هبدا اضغط عليها بالشكل ده، هضغط على بيانات الهاتف بالشكل ده، واللي هنا هو بيقول لي البطاقه الافتراضيه للبيانات الخلويه هتبدا تختار، لو انت عايز تخليها رقم 1 هتضغط على الدايره اللي هي قصاد SIM1، لو انت عايز تخليها رقم 2 هتضغط على الدايره اللي هي قصاد SIM2، تمام، وبتعمل رجوع عادي من المثلث اللي هو في الاسفل، مفيش حفظ، تمام، هي بتتحفظ اوتوماتيك.
طيب جاي لي برضك سؤال في التعليقات، واحد بيقول لي لو انا عايز اعمل تحديث لاوبو او 53 عن طريق الانترنت بطريقه بسيطه جدا، هتيجي على الاعدادات ومن الاعدادات هتروح على تحديث البرنامج وهتبدا تضغط عليه بالشكل ده. ولو لاحظ هنا بيقول لي اهوت الاصدار محدث، يعني انا كده محدث الموبايل لاخر تحديث. انت لو الموبايل بتاعك مش محدث لاخر تحديث هتلاقيه كاتب لك تحديث تمام، ومجرد ما تضغط عليها بيبدا الهاتف بيعمل تحديث بدون اي مشكله. ولو جينا كده على علامه الضبط اللي هي في اعلى الشاشه ناحيه الشمال بالشكل ده، هنلاحظ ان انا هنا اهوت مشغل الاختيار اللي هو بتاع التحديث التلقائي طوال الليل، بمعنى ان لو في اي تحديث والتليفون متصل بالانترنت الهاتف هيبدأ يعمل تحديث بدون اي مشكلة تمام. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، واذا عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.